الفنان التركي إبراهيم تشيليكول يتعرض لحادث خطير. تعرض الفنان التركي إبراهيم تشيليكول لحادث سير خطير، وذلك أثناء قيادته لدراجته النارية في أحد شوارع إسطنبول بتركيا. وفي التفاصيل، ووفقا للصحافة التركية، فقد اختل توازن الفنان التركي إبراهيم تشيليكول خلال محاولته لتجنب الاصطدام بسيارة قادمة في الاتجاه المعاكس لها، مما أسقطه أرضا. وبحسب المواقع التركية فحالته الصحية مستقرة، ولكن يوجد العديد من الجروح الطفيفة في كتفه وضلوعه. وفور معرفة حبيبته ناتالي ياراكان بالخبر، ذهبت لمكان الحادث ونقلت إبراهيم تشيليكول للمستشفى، فيما تم وضعه تحت الملاحظة للتأكد من عدم وجود كدمات أو إصابات أخرى خطيرة. كما تم تداول صورته من الحادث وتمنى له جمهوري الشفاء العاجل. في سياق آخر، شارك الفنان تشيليكول في الموسم الأخير من المسلسل التركي الطموح الأعمى أو رحلة الطيور مع الفنانة بيرجي أكلاي، والذي بدأ عرضه في شهر أبريل الماضي عبر منصة نتفليكس. كما أكدت المنصة على أنه سيكون الموسم الأخير من مسلسل الطموح الأعمى، ولن يكون له أجزاء أخرى، إذ عرض أول موسم يوم 3 يونيو 2022، وتدور أحداث العمل بداخل غرف الأخبار وما يحدث فيها من مشاكل وتبعياتها. ويعتبر المسلسل هو التعاون الثاني للثنائية الفنانة بيرجي أكلاي والفنان إبراهيم تشيليكول بعد مسلسلهما الشهير حب أبيض وأسود الذي عرض عام 2017.